العفو هاني متقاعد من العام. طيب 2019. اي نعم متقاعد من العام، وانا انجزت معاملتي واستلمت راتبي والهويه مال التقاعد والكي كارد. طيب واستلمت مال اجازه متراكم. طيب. انا جريح. المشكله وين؟ المشكله ما انطوني نهايه خدمه، يقولوا لي انت ما مشمول، لان اثناء الخدمه وليس من جرائها، لان انا طبيت في الجيش كشماديه وتمرضت. صح. وخدمتي 15 سنه ونص. طبعا انت تعرف يعني اللي طلعوا على التقاعد سنه 2019. نعم. انت تعرف اللي طلعوا على التقاعد سنه 2019 هم هذا اساس المشكله اللي حاليا دائره في هيئه التقاعد، اللي ما لقت حل لحد الان، انه شرعه القانون على عجاله بسرعه حتى سكت العالم، والله ما اعرف شنو القضيه. نصل صوت التلفزيون حسين حتى اسمعك من الجهاز مباشره. بس انا مال اجايز متراكم استلمت، يقولوا لي انت ما مشمول، ليش ما مشمول؟ صح. يقول لي لين انت مو جريح حرب، انت تمرضت بالوحده. هو يعني حتى طلعت درجه العجز مالك 80. طيب حسين ان شاء الله مناشدتك توصل، وان شاء الله صوتك نوصله، ونحاول نلقى حل لمشكلتك. انا جدا اشكرك حسين، ممنون.